بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في الارتيريال بلاد جازز. في المحاضرة السابقة حكينا عن البفر سيستم، شفنا كيف انه هو ثلاث انواع، في بفر في البلاد، في بفر في الريسبيريشن، وفي الكيدني بتشتغل اول سؤال بفر سيستم. شفنا كيف في البلاد عن طريق الكيميكالز الموجودة في البلاد وكيف بتشتغل، اللي هو البروتين والبلازما بالذات بيشتغلوا immediately عشان يحسنوا ويوصلونا لحاله من الهيموستاسيس والاسيد بيز بالانس. شفنا كمان كيف اللنج بتتحكم في موضوع الاسيد بيز بالانس عن طريق انها بتتحكم في مستويات التنفس علشان تحسن او ترفع يعني الليفل اوف سي او 2 او تقلل الليفل اوف سي او 2 حسب الحاجه وحسب الحاله اللي فيها الجسم. يعني باختصار لو كان في عندنا اللي هو حاله من الحمضيه في ريسبيراتوري اسيدوسيس، او كان في ميتابوليك ايفن اسيدوسيس، لو كان ميتابوليك اسيدوسيس اللنج بتستجيب عن طريق الريسبيراتوري الكالوسيس. ايش يعني؟ يعني لو كان في ميتابوليك اسيدوسيس يعني البي اتش اقل من 7.35 اللنج بتحاول تخلي الدم يصير قاعدي عن طريق تقليل مستويات السي او 2 في الدم، لانه احنا بنعرف انه السي او 2 هو المسؤول عن الحمضيه، وبالتالي بتدعو الجسم الى تقليل اللي هو زياده معدلات التنفس علشان يعمل واشنج اوت للسي او 2، وبالتالي هذا بيخلي يصير في عندنا مستويات منخفضه من السي او 2. وطبعا لو كان في عندنا ميتابوليك الكالوسيس حيصير الموضوع بالعكس، وحتخلي التنفس يصير عندنا بطيء علشان يعلى السي او 2 وتعمل لنا شويه اسيدوسيس وتعمل كومبنسيشن للميتابوليك الكالوسيس الموجود كذلك. تمام، طبعا انا حكينا كذلك الكدني حتشتغل، لكن زي ما حكينا مش within hours زي الريسبيراتوري، لا حتشتغل within days. الكدني عليها مسؤوليه كبيره، الكدني وظيفتها بشكل اساسي تحافظ لي على الاسيد بيز بالانس عن طريق انها هي فعلا بتعيد امتصاص. اولا هي اصلا اللي بتصنع البايكارب، مش الرينال تيوبول سكريت اش بتصنع اصلا البايكارب، وين انا كاتبها ها تمام، بتصنع اصلا البايكارب حتلاقوها سموير. والهي هي ذا كيدني ريجوليت ذا بايكربونات ليفل ان اللي هو الاكسترا سيلولار فلويد، ذي كان ريجنريت بايكارب، هي بتعيد تصنيع البايكارب. وش كمان بتسوي؟ وبتعمل ري ابسوربشن للبايكارب اللي بيطلع عن طريق اليونين عشان ما نفقدوش كله، وعلشان تحافظ لي من الاتزان القاعدي اللي موجود بالنسبه للحاله الحامضيه، فبتعمل لي اسيد بيز بالانس. اذا لو تركنا اليونين يطلع كل البايكارب حيصير في عندنا حمضيه، فالكدني عندها مسؤوليه انها تصنع باي كارب وانها تعيد امتصاص اللي بده يطلع. اذا لو صار في اي فيلير او اي كدني ديزيز حيأثر على حاجتين، التصنيع تبع الباي كارب وحيأثر على اللي هو قدره الكدني على الري ابسوربشن للباي كارب، وبالتالي ايش حيصير في عندنا؟ حيصير في عندنا مؤكد ميتابوليك اسيدوسيس من عدم قدره الكليه على تصنيع البايكارب واعاده امتصاصه. ولذلك بنقول سو اف كيدنيز فيل، اذا صار في فشل كلوي بي اتش بالانس فيل، مش يعني من الصعب جدا انه يصير في بي اتش بالانس، لانه اللي عامل اللي بيعمل البالانس هذا على المدى الطويل هو الكيدني. عشان هيك اليوم بدنا نبدا نحكي في اللي هو الميتابوليك اسيدوسيس. اعتقد في اللي شرحته قبل شويه صار واضح انه الميتابوليك اسيدوسيس بيكون نتيجه مشكله في الكيدني مش في الريسبيراتوري، مشكله في الكيدني او مشكله نتيجه من ايض غذائي معين، يعني مثلا انتوكسيكيشن، واحد ماخذ كحول كثير، واحد ماخذ عنده مثلا اللي هو دايابيتيك تايب 1 وصار في عنده كيتو اسيدوسيس وبالتالي صار دمه حامض. اذا الميتابوليك كيتو الميتابوليك اسيدوسيس اذا كلينيكال ديستربنس كاركترايز باي ايش؟ ما زالوا في اسيدوسيس، يبقى الهيدروجين ايونز ايش مالها؟ بدها تكون عاليه، ما زال في اسيدوسيس تمام. لكن ايش السبب؟ ذات اوكير وين ذا بودي برودوس اكسسيف كوانتيز اوف اسيد، طبعا الجسم حيعمل كميات كبيره من الاحماض تمام.
طب وبعد هيك لوس اوف بايكربونات، واكيد حيكون بفقد البايكارب لانه البايكارب هو المسؤول عن القاعديه، فهو بكون احماض وبفقد بايكارب وبالتالي بتزيد حاله الحمضيه عنده. اوكي، وان ذا كيدنز ار نوت ريموفينج انف اسيد فروم ذا بودي، وهذا بكون نتيجه انه الكيدني ربما هي فيها خلل او مش قادره لانه يعني لا تستطيع انها فعلا تتخلص من كل البايكارب، عفوا لا تستطيع انها تتخلى او انها تحافظ على كميات من البايكارب يعني وتعيد امتصاصها بسبب ربما انه في بوليوريا شديده عند المريض، فالكدني غير قادره على انها تحافظ على البايكارب عشان يحافظ على القاعديه ويمنع الاسيدوسيس. تمام، عشان هيك الميتابوليك اسيدوسيس كان ديفايدد كلينيكالي انتو تو فورم، عشان هيك بروح بقسمه الميتابوليك اسيدوسيس اكوردنج تو انيون جاب. ايش الانيون جاب؟ قال لك هذه عباره عن الفجوه الايونيه اللي هي بنقيس اللي هي النورمال انها تكون من 16 من 12 ل 16 ملي كوفلنت لكل لتر. طب هذه كيف بنقيسها وايش هي اصلا الانيون جاب؟ هي بكل بساطه مجموع ايونات الصوديوم والبوتاسيوم. يعني احنا عملنا لمريض صوديوم قديش الصوديوم عنده 135، عملنا له بوتاسيوم قديش البوتاسيوم عنده 3.5، مجموع الصوديوم والبوتاسيوم ناقص منهم مجموع الكلور والبايكارب بيطلع رقم. اذا الرقم هذا بين 12 ل 16 بيكون نورمال، اذا اعلى من 16 بيكون الانيون جاب عنده عاليه، اذا اقل من 12 بيكون الانيون جاب عنده لو. طيب وهذا ايش فايدته بموضوع الميتابوليك اسيدوسيس؟ ايوه، قال لك اذا الانيون جاب كانت عاليه، وهذا عاده بيصير في الميتابوليك كرونيك اللي هو كرونيك ميتابوليك اسيدوسيس اللي لها علاقه في امراض الكدني، بحيث انه الجسم مش ما عندوش الامكانيه انه يصنع بايكارب انف، فبتكون وين المشكله؟ بتكون مشكله في الكدني نفسها، يا اما مش عارف الكدني ترجع تعيد امتصاص البايكارب، يا مش قادره تصنع. اذا مش قادره تصنع بكون هي فيها مشكله، اذا المشكله انه اعاده الامتصاص هي اللي صعبه، بكون في حاله من البوليوريا كبيره وهي مش يعني ما عندهاش الامكانيه انها تسيطر على الموقف. طب وين بكون في عندنا حالات فيها اللي هو بوليوريا كتير؟ حالات مثلا اللي هو الكيتو اسيدوسيس، بتكون كميات كبيره من الاسيد الموجوده في الدم، وبالتالي هذه بتؤدي الى حاله من البوليوريا، فبصير في اسيديتي عاليه في الدم وفي بوليوريا بيطلع بولي كتير، والكليه ما عندهاش القدره انها تعمل اعاده امتصاص للبايكارب ريابسوربشن للبايكارب، وبالتالي بتصير الدم ميتابوليك اسيدوسيس حالته ببطل في بالانس. ولو كان في لاكتيك اسيد انكريز برضو، هذا بيصير نتيجة مجهود عضلي او يعني مسل ديستركشن، فبتفرز انزيمات اللاكتيك هذه فبتزيد حمضية في النهاية هتروح على الدم فبتزيد حمضية الدم. اذا صار في عندي انا سببين انه الميتابوليك اسيد بتصير موستلي، يا اما انه الكدني فيها ديزيز ومش قادرة انها تعمل جينيريشن للبيكربونات، او ما عندهاش القدره انها تعمل ري ابسوربشن. احيانا بيكون السبب خارجي انه واحد ماخذ مثلا كحول او اسبرين فبيعمل له ميتابوليك اسيدوسيس. لكن في الحالات الطبيعيه اللي بيكون فيها النورمال انيون جاب، يعني انا لما جيت اشوف المريض لقيت عنده ميتابوليك اسيدوسيس بس حسبت النورمال انيون جاب اللي هي مجموع الصوديوم والبوتاسيوم ضرب اللي هو الكلور ناقص البايكارب، فهذا حليت المعادله هذه لقيتها نورمال طبيعيه بين 12 ل 16. رغم هيك المريض عنده ميتابوليك اسيدوسيس، هذه حاله سهله من الميتابوليك اسيدوسيس. تمام، وين ذا ديكريز ان بايكربونيت ايون كورسبوندز وذ ان انكريز ان كلورايد ايون تو ريتين الكترولايت، يعني بكل بساطه انه المريض هذا بكون هو فاقد شوية إلكترولايز عن طريق مثلا انه عنده شوية دياريا، عنده شوية لوس اوف فلويد نتيجة انه مثلا صار له كم يوم بكلش، فهذه الحاجات هي اللي خلت عنده تصير ميتابوليك اسيدوسيس، وبالتالي مازال النورمال انيون اللي قلنا النورمال انيون جاب مالها طبيعية، وبالتالي شوية فلويد انه نعطي المريض هذا شوية فلويد حيتحسن وضعه. لكن لما بكون في عندي اللي هو انيون جاب لو
لو انيوم جاوي في عندي ميتابوليك اسيدوسيس، هذا الموضوع بيكون مرتبط بالبروتين وبالاحرى بقله البروتين في الدم. هذه حاله يعني، وهذا من يعني نادر انها تكون مشهوره وتكون موجود في ميتابوليك اسيدوسيس والانيوم جاب لو، الا زي ما حكينا في حال انه فعلا الالبومين تبع الدم اللي هو عباره عن بروتين الدم بيمثل يكون لو، فبكون هذه اللي هو نيجاتيف انيوم جاب بنسميها. تمام، والسبب فيها انه بكون في نقص في البروتين. فبعد ما نحسب احنا الانيوم جاب اللي لقيها اقل من 12 وبكون في عندي ميتابوليك اسيدوسيس، فانا بفهم انه يبدو هذا الميتابوليك اسيدوسيس لها علاقه في البروتين. فاذا احنا ما كناش عاملين فحص الالبومين للمريض، بنروح بنعمل فحص الالبومين وحنلاقيه فعلا انه منخفض، وبالتالي بكون احنا عارفين انه في المانجمنت تبعتنا بدنا نعطي اللي هو البومين علشان المريض هذا يتحسن. وهذا هو الفرق. بينما في الحالات الأولانية يعني لما نحكي عن الكوز أحسن، إحنا أوريدي لما ضربنا أمثلة على الأنيون جابز حكينا يعني مثلا ضيبيتي كيتو أسيدوسيس، حكينا أنه من الهاي أنيون جاب ميتابوليك أسيدوسيس. الدياريا عرفنا أنها من النورمال، عادة بتكون نورمال أنيون جاب، بس صار نتفيد الرينال فيلر من الهاي أنيون جاب هذا. تمام صح ولا لا؟ السلساليتك بويزنينج هذا بيصير أسيدوسيس من الهاي عادة، لو نحسب الهاي الانيوم جاب حنلاقيها هاي. الشوك والكاردياك الريس حتلاقيها اكتمال ميتابوليك اسيدوسيس من ضمن ايش الهاي. تمام، طب ايش العلامات؟ اول علامة احنا بنعرفها انه البي اتش حيكون اقل من 7.35، هذا اول حاجة. طب كويس، طيب وبما انه البي اتش اقل من 7.35 ايش وضع البايكارب يا جماعة حيكون؟ المفروض انه البايكارب يا جماعة يكون طبيعي، لكن بعد شوية ايش رايكم؟ مستحيل يكون طبيعي، ما ينفعش، ركزوا معايا، ما ينفعش. ما زال انا بحكي عن ميتابوليك بروبلم، يعني المشكله في البايكارب على طول هيك، لما تحل السؤال قولوا ايه بتحكي عن ميتابوليك بروبلم، يعني البايكارب هو اللي بيكون المشكله فيه. اول مشكله بلاقيها انه البي اتش ايش ماله؟ لما بقول انا اسيدوسيس يبقى لو، يبقى اقل من 7.35. اي واحد اي عرفت انه اسيدوسيس لانه البي اتش اقل من 7.35. اثنين، مين سبب الاسيدوسيس؟ ميتابوليك، انا ما اقول لك ما زال ميتابوليك، يبقى الباي كارب هذا هو اللي لو، قله الباي كارب بتعمل اسيدوسيس. تمام، طيب ايش مين بده يتدخل؟ اللي بده يتدخل البفر سيستم. مين بتدخل بسرعه 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 بسرعه؟ البلاد بفر واللانج بفر، بتشتغل within minute. تمام، ايش حتسوي اللانج؟ والله انت في عندك اسيدوسيس، طيب والبايكارب عندك واطي، هي بتقدرش تتحكم غير في السي او 2. طيب اوكي، ايش بيسوي السي او 2؟ السي او 2 لو زاد بيعمل اسيدوسيس، اها يبقى هي ممكن تقلله. تمام، كيف ممكن تقلل السي او 2؟ عن طريق انها، ايوه مين شاطر؟ برافو عليك، عن طريق انها تزود عدد مرات التنفس، وبتعمل بالتالي اللي هو واشنج اوت للسي او 2، فبقل السي او 2 عن 35، وهذا اللي بنسموه او بنسميه كاسمال ريسبيريشن. بحاول ياخذ نفس عميق و تكبني ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ديب، شايفين رابط ديب بريد، نفس عميق بس رابط. تمام، عشان يحاول ايش يعمل كومبنسيشن ويعمل واشنج اوت للسي او 2 ويحسن من الميتابوليك اسيدوسيس اللي عنده. تمام، اذا احنا لو بدنا نعالج الحاله هذه، انا بدي اريحكم من هذا الكلام واقول لكم هذه نظره عامه كيف بدنا نعالج، بس اهم حاجه في الميتابوليك اسيدوسيس ان نعرف مين الكوز وعالجه، ما ينفعش يعني اعالجه بشكل عام. اذا الموضوع ده بدي كيتو اسيدوسيس، هذا المريض اول حاجه بده فلويد، لانه فقد الفلويد كثير وهذا اللي مخليه في الباي كارب. اثنين، بدي اعوضه باي كارب. اذا الموضوع دياريا، برضه بده فلويد، صحيح بده فلويد، واذا كثير النص اوف باي كارب يمكن بدي ادي له انا ايه باي كارب. تمام، لكن احيانا يا جماعه احنا بنكتفي في الباي كارب اللي اصلا ممكن يكون من مكونات الفلويد، يعني انا لما ادي رينجر لاكتيد ما هو في كل حاجه، حتى الصوديوم باي كارب من مكوناته، فمش ضروري ادي اللي هو صوديوم باي كارب لحاله.
تمام. حتى في الكيتو اسيدوسيس مش يعني لا يفضل ان ادي صوديوم بايكار الا اذا كان المريض في سيفير كيتو اسيدوسيس وكانت البي اتش في معدلات اقل من 7.2. والله الطبيعي 7.35، يعني لو واحد كيتو دايبيتي كيتو اسيدوسيس والبي اتش عنده 7.25 لا لسه ما ندوش بايكار. هذا على الهامش يعني. طيب فالتريتمنت اللي انا بدي اوصلكم انه انا كل حاله لازم اعالج الكوز تبعها عن طريق اولا اني انا ادي بايكارب حسب الحاله ايش بتحتاج وايش البارامترز الثانيه بتحكي وايش الكرايتيريا او ديزيز هذا اللي هو شايفين، الا اذا مش عارف انا اي حاجه لكن بي اتش اقل من 7.1 ده في الحاله هذه ايش ما يكون المرض لازم تدي بايكارب. تمام. في أسوأ الظروف ممكن نعمل إحنا عشان نحسن الحمضية تبعت المريض اللي هو دياليسيز، يعني غسيل الكلية هيمو دياليسيز، خاصة في حالات الانتوكسيكيشن اللي بيكون شارب كحول أو في عنده رينال فيليار والكدني متعطلة تماما يعني مش قادرة تشتغل، فبنضطر إيش نسوي نعمل له دياليسيز. الميتابوليك الكالوسيز الصورة هنا عكس الصورة اللي حكيناها قبل شوية تماما. كيف يعني عكسها؟ يعني المشكلة في الكدني هي هي لأنه ميتابوليك، لكن بدل ما هي أسيدوسيس الكالوسيس. إيش يعني الكالوسيس؟ يعني البي اتش بدل ما كانت منخفضة هنا عالية أكثر من 7.45. طيب وفي هذه الحالة إيش هيكون السبب يا جماعة؟ هيكون السبب أكيد تراكم البايكارب. إيش؟ تراكم البايكارب. تراكم البايكارب أها زي ايش يعني تراكم البايكارب؟ يعني مثلا واحد صار عنده رينال فيلير فجاه بطلت الكليه تشتغل وتطلع يورين، حصيل البايكارب بتحوش بجسمه. اها هي على الجهتين الرينال فيلير بتسبب فيها مشاكل. طب وايش كمان؟ وكمان يا جماعه استخدام الدايوريتكس بحد ذاتها. طب الدايوريتكس يا استاذ بتخليني اطلع بول كتير، فالمفروض انه مازال بطلع بول كتير المفروض اني افقد بايكار وبالتالي ما يصيرش الكالوز يصير اسيدوزز. لا بنحكي لك انه هنا في دور للدايوريتكس انها الانكريز اكزيرشن اوف كلورايد بالنسبه للتناسب، كميات اللي هتخرج من الكلورايد هتكون بالنسبه للبايكربونات اكثر، وخاصه لما بكون المريض بيستخدم لوب دايوريتكس زي اللازكس، فبالتالي بتعمل له ايش؟ ميتابوليك الكالوسيس. اذا الميتابوليك الكالوسيس له مسببات كثير زي ما احنا يعني بسرعه هيك ممكن نعرف انه اذا كان عنده هايبوفوليميا بكلش ولا بيشرب ديهايدريشن الزلمه فما فيش شيء بيطلع منه، فوميتنج كثير طبعا وبالذات الفوميتنج لانه المعده الوسط تبعها حامض فلما بفقد بيعمل فوميتنج كثير بفقد حمضيات من جسمه فبخش الميتابوليك الكالوسيس. في حاجات تانية انه يكون عنده مثلا اكسسيف ادرينوكورتيكوستيرويد هرمون او يكون عنده اللي هو هايبوكاليميا هذا برضو حيسرع في انه يصير في عند المريض هذا الكالوسيس. بغض النظر عن الاسباب انا بدنا نشوف ايش اللي ممكن يصير بعد ما انا لقيت انه الحالة عبارة عن حالة، لانه بصراحة الاسباب كل حالة بدك تحكي في المرض تبعها بدك تحكي فيه باستفاضة، فإحنا في كتير من الأمراض اللي حنحكي عنها ليترون. إحنا هلقيت موضوعنا كيف نفسر الاي بي جي، تمام؟ فأنا مش معني في إيش هي الأمراض قد ما أنا معني بإنه أنت تستطيع إنك تفسر الحالة لو قرأت بلاد جاز. يعني لو أنا في عندك اي بي جي موجود وموجود عندك قيم للبي اتش، بعدين موجود عندك قيم للسي او 2، بعدين موجود عندك قيم للبايكار، من المعطيات هذول الثلاثه تستطيع تقول لي ايش هي الحاله، هي ميتابوليك اسيدوسيس ولا ميتابوليك الكالوسيس، وبعدين تقول لي اذا كان في كومبنسيشن ولا ما كانش في كومبنسيشن. تمام. وححكي لكم انا باخر المحاضره ايش الاختلاف بين نوعين الكومبنسيشن اللي بنسميهم بارشال وكومبليت كومبنسيشن. تمام تمام. طيب هلا لما بكون في عندي اكسسيف اللي هو الكالاين، يعني انا في عندي حاله من الميتابوليك الكالوسيس، تمام، ايش بكون في عندي؟ بكون في عنده بايكارب كثير. طيب ايش بدها تسوي اللانك؟ صرتوا شاطرين عارفين مين بده يشتغل على طول بده يشتغل اللانك. طب ايش بدها تسوي اللانك؟ بدها تزود مازال قاعده بدها تزود الحموضه. طب كيف بتزود الحموضه؟ بتزود ثاني اكسيد الكربون، او ثاني اكسيد الكربون اذا بزيد
بعمل حموضه. طب وكيف بنزود ثاني اكسيد الكربون؟ بعمل اكوموليشن للسي او 2 بكل بساطه، اقلل عدد مرات التنفس. اه برافو، صح صح، بنقلل عدد مرات التنفس، يعني بنعمل هايبو فنتيليشن. هذا حيخلي المريض انه يصير عنده سي او 2 ريتينشن، وبالتالي الريتينشن للسي او 2 حيحاول يحسن حاله الحمضيه الأيضية الموجودة عندنا اللي هو ميتابوليك أسيدوسيس، وبالتالي لو الكلينيكال مانيفستيشن قلنا لكم حتكون بتختلف من كل مرض لمرض حسب ايش هو الكومبلين اللي عند المريض، هل هو من ريبيتد فوميتنج ولا هل بس كل عيد بكل الأحوال حنلاقي انه المريض تعبان، وحنلاقي عنده خلل في أطرافه، وحنلاقي عنده دوخة وبالذات إرهاق في العضلات. علاجه علاج الكوز، علاجه علاج الكوز، تمام. يعني لازم ايش الكوز اللي عامل المرض هو يتعلم. انت بتعالج المرض ببنت الموضوع. بس موضوع الكالسيوم اللي بدي احكي لكم فيه كلمتين، في حاجه اسمها ايونايز كالسيوم. مش هذا الايونايز كالسيوم، هذا الفري ليفل الكالسيوم اللي مش مرتبط. مش مرتبط ايه هو الكالسيوم اصلا؟ هذا اصلا هو انتراسيلولار ايش يعني من المينرالز اللي هي ايش، والمركبات اللي مينلي انتراسيلولار مش اكستراسيلولار. طيب اوكي، بس طبعا في منه موجود في الدم، بالدليل انه احنا بنعمل ايش سيرم كالسيوم. اه موجود منه في الدم، بس الموجود منه في الدم بكون مرتبط في البروتين تبع الدم اللي هو في الالبومين. اه ولذلك حتى في حاله اسمها بسيدو اللي هو سيدو هايبوكالسيميا نتيجه هايبو البومينيميا. اه في معادلة اللي يمكن أخذتوها في ميديكال سيرجيكال 1 إنه ممكن يكون مريض ما عندهش هايبوكالسيميا، لكن عشان عنده هايبو ألبومينيميا فهو واضح إنه إيش قدامنا إنه عنده هايبوكالسيميا. طيب يعني هذا دليل إنه الكالسيوم جدا مرتبط في الألبومين. طب وبناء على الكلام هذا يدوب أو يعني يدوب 60% مش يدوب، الكمية اللي بتضل من الكالسيوم اللي بتضلها فري عايشة في الجسم هيك في البلاد لحالها مش مرتبطة، هي هذه اللي بتشتغل وبتأثر على الفانكشنز تبعت الجسم. أما الباوندد هذا ملغي ما بتقدرش تتصرف. طيب عشان هيك الهايبوكالسيميا ممكن تعمل مشكلة كبيرة إذا كانت في الانباوندد هذا. عشان هيك في دكاترة كتير لما بيجي واحد بقول له انا بتشنج وبصير ايه وبعمل له فحص التوتال كالسيوم بلاقيه كويس التوتال كالسيوم اللي هو حيقيس له الباوندد والانباوندد، فبروح بقول له ايش اعمل لي لو سمحت الايونايز كالسيوم، يعني اللي ممكن ياثر على وظائف الجسم اللي بياثر على البادي فانكشن، هذا الفري كالسيوم ليفل. طيب روح بعمله فممكن يكون هنا لو. طيب وش دخل هذا في موضوعنا؟ فنقول لك ايش دخل هذا في موضوعنا. قال لك الايونايز كالسيوم هذا ممكن يرتبط مع البروتين مولكيول، تمام، وبالتالي حيعمل هيدروجين ايون لنفس الالبومين اللي موجود عندنا، وبالتالي هذا حيخلي ارتباطات الايونايز كالسيوم في البروتين اكثر، ولما بتزيد ارتباطات الكالسيوم هذا في البروتين هذا حيخلي انه البي اتش تعلى وتصير في عندي الكالوسيس. طيب ايش يعني حاله الالكالوسيس بحد ذاتها بتزود امكانيه ارتباط الكالسيوم هذا في البروتين. ايش يعني كمان مره يعني انه احنا عرفنا انه في حاجه اسمها باوندد كالسيوم وفي فري. الفري هذا طول ما هو موجود هو بيعمل الفانكشن تبع الجسم. الالكالوسيز الميتابوليك الكالوسيز الموجود عندنا من مشاكله انه بيزود الارتباط تبع الكالسيوم في البروتينات. اها فايش حيصير عندك اذا بروموت انكريز بروتين بايندينج ويتش ديكريز فري كالسيوم. اها حيخلي الايونايز كالسيوم بفري اللي بيأثر على الفانكشن تبعت كل البادي قليل، وبالتالي ايش هذا حيعمل؟ حيعمل لي فعلا مشاكل. والموضوع طلع مرتبط بمين؟ في الالكالوسيز. اذا انا من ضمن الميتابوليك الكالوسيز
اللي عرفته عرفت كمان انه الميتابوليك الكالوزز هذا ممكن يتاثر لي على الفري كالسيوم اللي موجود في الجسم وتعمل عند المريض مشاكل لها دعوه بالتشنجات نتيجه انه الفري كالسيوم تاثر بسبب حاله الالكالوزز ازدادت قدرته على الارتباط في البروتين بعكس الاسيدوسز ايش بيصير في الاسيدوسز لا حاله الاسيدوسز الاسيدوسز بحد ذاته بيقلل ارتباط الكالسيوم في البروتين وبالتالي الفري كالسيوم ايش بكون ماله بكون عالي الفري كالسيوم ايش بكون عالي وهذا برضه ممكن يعمل مشاكل لانه برضه لما بيزيد الكالسيوم في البلاد برضه ممكن يعمل نوع من اللي هو التصلب تبع الانسجه وال العضلات بالذات تمام هيك احنا خلصنا الميتابوليك اسيدوسيس والميتابوليك الكالوسيس صحيح تمام وبدنا نحكي عن الريسبيراتوري اسيدوسيس والريسبيراتوري الكالوسيس وبعد هيك بدنا نحكي عن الكومبنسيشن ونشوف كيف خطوات ترجمه البلاد جازز إن شاء الله رب العالمين هذا بدي أخليكم إياه في الفيديو أو في المحاضرة القادمة يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله.